اكيد كلكم سمعتوا ايه بالبروفيسور المصري العلامه العظيم هذا احمد زويل اللي حاز على نوبل سنه 99. طيب الرجل هذا عنده نظريه ايه الفيمتو ثانيه. الفيمتو ثانيه احنا بنعرف النانو ثانيه، نانو سكند كم؟ 10^9 سكند، يعني جزء من مليار جزء من الثانيه، اسمه النانو سكند صح؟ ايه زويل قال لا، الله لما قال ايه وما امر الساعه الا كلمح البصر، مين يقول لي لمح البصر كم من الثانية؟ ذكرتها اليوم أنا، 1/16، 1/16، 1/16 من الثانية. واحد يقول إيه ما هو القرآن، إيه قرآن العرب هذا والناس اللي القدماء في القرون الوسطى، الآن شوف شو 1/16، ونقول كم بالآية يا عبد الله، وين رايح أنت؟ أو هو أقرب ربك، ما في قرآن عجيب هذا. السرعة اللمحية كانت أعلى سرعة عند البشر أيامهم، ولا بتخيلوا أعظم منها. لمح البصر، لمح البصر هذا ما في اسرع منها، ما في. الله قال لا في اسرع، وفتحت الايه مفتوحه أو قال او هو اقرب. في كلمه او هو اقرب تدخل اي سرعه، ها مهما تضاءلت ايها الاخوه ايه في الزمن طبعا وتعاظمت ايه في السرعه تدخل. فعند النانو سكند احمد زويل قال لا هذه سرعه سلحفائيه، هذه نانو سكند هذه ولا حاجه، يعني يتم الشيء في جزء من مليار جزء من الثانية. لو جزأنا الثانية اللي هي تنقضي في كلمة الله راحت الثانية هذه، ها الله راحت الثانية، أو عارفين في علم التجويد هذه ثانية، ها افرد كذا راحت الثانية، هي ثانية مقدار ثانية هذا، ها في المد حركة تساويان ثانية زمنية. لو جزأت مليار جزء جزء منها اسمه النانو ثانية. زويل قال هذه سلحفاة هذه تمشي بطن النشية، نشتغل على الفيمتو. ايش يا زويل فهمتوا هذه قصتك هذه؟ الفهمتوا ثانية قال هذه ايه؟ 10^15، يعني جزء من 1000 تريليون جزء من الثانية، أو جزء من مليار من مليون مليار جزء، لأنه المليون 6 والمليار 9 15. لو قسمنا الثانية مليون مليار جزء، شيء جنن، شيء لا يصدق يا اخواني، والله العظيم. بس هذا دخل على نوبل وصوروا الرجل، علامة كبيرة حقيقة زويل، هذا مخ رهيب، أخذ 99 جائزة تخيل؟ ها وبنوبل كملهم 100 جائزة عالمية عند الرجل هذا، عقل أينشتاين عرب هذا حقيقة، 100 بينه والله ما حدا عارفه يا حرام، لأنه عربي مسلم. لو هذا يهودي كان الدنيا كلها زويل 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 زويل، رجل عقل ضخم جدا جدا. فقال إيه؟ الفيمتو ثانية، ليه يا زويل؟ إيش تعمل في الفيمتو؟ إيش أعمل؟ قال هذا حتعمل ثورة في كل العلوم وخاصة الحيوية. وصور الرجل عاد وصنع أجهزة، وهي صنع الميكروسكوب رباعي الأبعاد، شيء عجيب، رباعي الأبعاد الآن صنعوا، خلاص حيبدأ يسوقوا. هذا الرجل يصور يا جماعة ما يحصل في الخلايا عندنا، الخلايا من تفاعلات كيميائية تحدث على مقاس فيمتو ثانية. الله أكبر، يعني الله تبارك وتعالى يدبر الخلق، يدبر أجسامنا والمتعضيات والأشياء هذه كلها في أزمان من مقاس فيمتو ثانية، وهذا المكتشف لسه. وأنا متأكد والله أنه حتيجي أيام حيسخروا من فيمتو إيه زويل، يقول لك فيمتو هذه سلحفاة هذه بطيئة هذه سرعة إملائية، يمكن يقول لك إيه عاد جزء على إيه جوجل بليكس في يوم الأيام من الثانية، وحينئذ سوف نصل إلى السرعة اللي إيه الآنية عاد الأمر الآني، لأنه كمال الربوبية لله تبارك وتعالى هو هيك، لما يصدر أمره ويريد له أن يكون آنيا ممنوع تكون في فاصلة زمنية. في كم تقاس الفاصلة الزمنية هذه؟ لا شيء لا يعلمه إلا الله عاد. هتقول لي 10^9 الله أعلم، جوجل بليكس ولا كذا كذا ولا جوجل بليكس مرفوع ولا جوجل بليكس هو هذا، هذا رب العالمين لا إله إلا هو. لكن شيء مذهل ومحير أنه الأشياء بتصير في خلايانا فعلا عمليات حيوية، حياتنا وموتنا تتوقف عليها في جزء من مليون مليار جزء من الثانية. لا إله إلا الله، شيء عجيب عجيب جدا جدا. فقصدي أقول أنه العلية يا أخواني مش شرط أن نورط أنفسنا في شبهة إيش التعاقب. في أشياء بتكون صح متعاقبة مظبوط، لكن في أشياء آنية. طب نبسط، هجيب لكم مثال بلاش يقول لي كاميرا ما كاميرا وغلبتنا فيها، هذا معناه سهل يعني، شغلة أسهل منها. شايف الخاتم هذا؟ أيوه هذا الخاتم الحين هنا على الطاولة، الآن صار في الهواء. إيش سبب حركته؟ كيف انتقل هذا الخاتم الهواء هنا؟ حركة إيش؟ يدي. بالله عليكم هل انتقلت يدي قبل الخاتم بواحد على كذا فهمتوا ثانية، ولا انتقلت في نفس اللحظة إيه؟
بالخاتم. إذا إيش سبب انتقال الخاتم إلى الهواء؟ حركة اليد. إيش الفاصلة الزمنية بين حركة اليد وحركة الخاتم؟ ما في فاصلة في الحركة النسبية هذه. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. آية واضحة في حركة الأرض. عمرنا نشوف الجبال بتمختر طلع من السلمية جانا هنا مثلا نرجع يا جماعة نرجع السلمية لا صح ولا الجبال في مكانها مع أنه السيوطي رحمة الله عليه في تاريخ الخلفاء شوف الخرافات العقل القرى الوسطي هذا قال في كثير تواتر وحدثوا ناس وفلان ذكروا ابن الأثير جبال صبوا في البلدة الفلانية كلام فارغ عمر ما حصل الجبال تتحرك صح لكن وين بالملي في السنة تتحرك بالملي لا الله بقول ايه وترى الجبال وهي تمر مر السحاب وفعلا ايش السرعه زي سرعه السحاب سرعه الارض حول ايه محورها وايضا ايش حول مداره حول مدارها حول الشمس او في مدارها حول الشمس قال لك يوم القيامه يوم القيامه الله بقول صنع الله صح اي صنع يوم القيامه يوم القيامه كله حيتدمر ولا مش صحيح هذا لا بتحدث عن اي الان فقصدي اقول زي حركه الجبل بحركه الارض اسمها الحركة النسبية حركة الخاتم بحركة إيش؟ اليد ما في فاصلة زمنية